البنت اللي في الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي نفذت جريمة من أخطر الجرائم اللي حصلت في أمريكا سنة 2015. بس قبل ما نبدأ كالعادة عندي طلبين، اطفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدأ في القصة. قصتنا النهاردة بتبدأ لما ست باسم لوسيا وراجل باسم سانتوس قرروا يتجوزوا ويعيشوا في بلدهم اللي هي دولة السلفادور اللي موجودة في أمريكا الوسطى، وبعديها خلفوا مع بعض ست أطفال وأصغرهم ولد كان اسمه هوزيه. بس في 2006 الأم والأب قرروا إن هم يسيبوا البلد عشان العنف اللي كان بيحصل فيها ساعتها، وفعلا نقلوا لمدينة ميامي اللي موجودة في أمريكا. وطبعا كعادة أي حد بينقل لبلد جديدة، لوسيا وسانتوس كانوا حرفيا بيكافحوا في الشغل عشان يعرفوا يأكلوا الثمان أفراد الموجودين في البيت. وفي نفس الوقت لوسيا دخلت عيالها المدرسة وكلهم كانوا بيحاولوا يتكيفوا مع الجو المختلف ويتعرفوا على الناس الجديدة إلا هوزيه، عشان هو كان ولد خجول جدا والطلاب التانيين كانوا بيتنمروا عليه بسبب كده، وعشان كده عيلته شافت ان دي مشكلة لازم تتحل لان الموضوع ده اكيد هيأثر عليه في حياته بالمنظر ده، فدخلوه مركز اسمه هومستيد جوب كوربس، وده يعتبر برنامج تعليمي ومهني بالمجان عشان يساعد الشباب تحسن من حياتها. Children are fleeing violent gangs, drug cartels. Many of them have been trafficked. وفعلا في 2015 هوزيه دخل المركز وبقى في اوضه مشتركه مع زميل ليه، وعدى حوالي شهرين على النظام ده لغايه يوم 28 يونيو 2015، عشان في اليوم ده هوزيه طلب من المدرسين اذن عشان يطلع يجيب اكل من بره، اللي هو طلب عادي جدا عشان كان في طلاب كتير بياخدوا الاذن وبيرجعوا في خلال نص ساعه ساعه. بس من ساعه ما هوزيه خرج محدش شافه تاني، وعشان كده اصحاب المركز ابتدوا يقلقوا عليه واتصلوا باهله عشان ممكن يكون هرب وراح لهم مثلا، ولكن هم قالوا ان هو مرجعش البيت اصلا. ومن اول هنا اهله ابتدوا يتوتروا جدا فتحركوا على طول لمركز الشرطه. بس لما الاب قال ان ابنه مختفي الشرطة ما اهتمتش قوي عشان هوزيه ساعتها كان مفقود بقاله 4-5 ساعات، وللأسف الشرطة عشان تعتبرك مختفي أصلا لازم يعدي على اختفائك 72 ساعة، اللي هو يكون القاتل قتلك وهرب وبياكل كباب دلوقتي ولا حاجة. فساعتها الأب خد ابنه التاني اللي اسمه فريدز وقعدوا يدوروا على هوزيه، وأول حاجة عملوها إن هم راحوا المركز وحاولوا يتكلموا مع الموظفين بس ما طلعوش بأي نتيجة، فراحوا على المحلات القريبة من المركز وقعدوا يسألوا محل محل عن هوزيه، بس لتاني مرة ما طلعوش برضه بأي نتيجة. وبعد يومين من اختفائه ابتدوا يدوروا عليه في الغابة اللي حوالين المركز، وبعد ساعات كتيرة من البحث فريدز لقى كومة كبيرة من أوراق الشجر المحروقة، ولما قرب أكتر من الكومة دي لاحظ إن تحتها جثة ولد صغير. بس ما كانش عارف يحدد مين ده عشان الجثة كانت بتتحلل، ولكن بعد ما شاف شراب الولد اكتشف ان دي كانت جثة هوزيه، فابتدى يعيط جامد وينادي على ابوه، ولما الاب شاف الجثة عرف ان ده ابنه على طول، وبعديها اتصلوا بالبوليس وفعلا هم جم وخدوا جثة هوزيه على مستشفى للطب الشرعي، وبقية افراد الشرطة ابتدوا يفحصوا مكان الجثة عشان يجمعوا ادلة. وعايز اقول لكم ان هم لقوا حاجات غريبة، أولهم كانت علامات السكينة الموجودة في الشجرة اللي كانت جنب الجثة، وتاني حاجة كانت طبعا الكومة المحروقة، وده معناه إن القاتل حرق الولد عشان يحاول يخفي جريمته. وبعديها لقوا ولاعة لونها أخضر بواقي لبس وكواندي، والحلو إن اللبس ما كانش محروق تماما. وفي آخر اليوم الطب الشرعي أكد إن هو فعلا مات مقتول. This death a homicide and Amaya's body, that 17-year-old's body, was found in this wooded area very close to the Homestead Job Corps Center where he was a student. بس التفاصيل المرعبة كانت إن في حد اغتصبه، وإن للأسف هوزيه كان عايش وقت ما حاولوا يحرقوه، وكان واضح ان اداة الجريمة كانت سطور. وطبعا اول لما تفاصيل الجريمة اتعرفت الخبر انفجر في كل وسائل الاعلام، ازاي ومين اللي ممكن يعمل كده في طفل؟ ازاي اهل يودوا ابنهم لمركز معمول لتحسين حياة الشباب ويرجع لهم بعد ما اتقتل بطريقة مرعبة؟ الشرطة ساعتها ابتدت تفحص سجلات الطلاب الموجودة في المركز عشان يتأكدوا ان الطلاب مالهمش علاقة باللي حصل، واول واحد شكوا فيه كان الولد اللي بيشارك هوزيه في الاوضة اللي كان اسمه كاهيم ارابيلو،
عشان اتعرف ان هو كان بيضايقه معظم الوقت، وغير كده كان بيسرق فلوسه وكمان بيبيع مخدرات للطلاب التانيين جوه الغابه اللي جنب المركز. ومش هو بس اللي شكوا فيه، هم شكوا في شلته كلها كمان، واولهم كانت صاحبته اللي اسمها ديسري ستريكلاند عشان برضه سمعتها كانت وحشه، ده غير انه كان عندها سجلات اجراميه كمان. وطبعا باقي الشله كانت من نفس النوع اللي هم جوناثان لوكس، كريستيان كولن، وجوزيف مايكل. وكمان عرفوا ان معظم الطلبه اللي كانت في المركز ساعتها كانوا بيبعدوا عنهم على قد ما يقدروا عشان الشله دي اذيتها وحشه. ولكن طبعا لما البوليس قال لهم الكلام ده كلهم قالوا ان هم مالهمش علاقه باللي حصل لهوزيه، بس البوليس هنا حس من ردهم انهم متفقين على الكلام ده مع بعض، وده اللي خلاهم يشكوا فيهم اكتر، وخصوصا كهيم وجوناثان. فصوروا ايديهم عشان يشوفوا لو في علامات تدل على استخدام الساطور اللي اتقتل بيه الولد، وفعلا لقوا العلامات اللي كانوا بيدوروا عليها، وساعتها ضغطوا عليهم عشان يعترفوا، وده اللي حصل عشان كهيم وجوناثان وكريستيان وجوزيف اعترفوا ان هم اللي كانوا ورا موت هوزيه، وقالوا كمان ان هم كانوا مخططين من بدري الجريمه دي عشان هم دفنوا اسلحتهم قبل الحادثه باسبوعين وعملوا له قبر كمان. وفي 28 يونيو استدرجوا هوزيه للغابه، وساعتها كهيم طلع سطور وضربوا على دماغه بيه كذا مره لغايه لما هوزيه فقد وعيه، وبعديها اغتصبوه ورموه في الحفره اللي عملوها، وكلهم مشوا بعدها الا كهيم وصاحبته عشان بعد الجريمه المرعبه دي هم مارسوا جنس جنب جثته. وطبعا السؤال اللي كان في دماغ الشرطه ساعتها هما ليه عملوا كده اصلا؟ وردهم كان ان الولد عليه فلوس لكهيم عشان هو ما دفعش فلوس المخدرات اللي كان بياخدها منه، بس طبعا دي كانت كذبه عشان هوزيه كان دايما بيشتكي لاهله ان كهيم بيسرق فلوسه، ده غير ان هو كان بيضايقه على طول. بس على قد ما المجرمين كانوا متعاونين في التحقيقات، ديزري من الناحيه التانيه ما كانتش متعاونه خالص وكانت عماله تصرخ، والظابط كان كل ده بيحاول يهديها. ولما خرج بره الاوضه هي حاولت تفك الكلبشات وتهرب، ولما فشلت كتبت رساله للضابط على الترابيزه وهي اذهب الى الجحيم. Lucia Guardado thanking God her son's accused killers are now in jail. I feel happy because I knew that I found him, that he was not going to be alone. We wanted that they had to arrest everybody because we don't want no those criminals to stay on the street. وفي يوم 20 اغسطس 2015 هي كانت من اول الناس اللي طلعت قدام المحكمه، وكان باين انها مش مهتمه ان هي متهمه بالقتل من الدرجه الاولى، ودي على فكره ما كانتش التهمه الوحيده عشان كان كمان عليها غرامه ب $2,100 بسبب اللي عملته في اوضه الاستجواب. وبالنسبه لجوزيف عشان هو ما كانش متورط قوي في الجريمه، وغير كده كان اول واحد يعترف على اصحابه، كانوا عايزين يعملوا معاه صفقه تسويه ويتحكم عليه ب 10 سنين في السجن، بس الغريب ان جوزيف رفض وكان عايز يتحكم عليه زي بقيه صحابه. والصراحه انا مش عارف هل ده كان خوف منهم ولا حاجه تانية. ومن ناحيه كريستين المحامين بتوعه قالوا ان هو مجنون وغير مؤهل عشان يتحكم عليه، بس المحكمه ما ظهرتش اي رحمه لكريستيان وكانت شايفه ان هو مؤهل يتحكم عليه عادي. ومن ناحيه كهيم من المتوقع ان هو الوحيد اللي يتحكم عليه بالاعدام عشان هو اللي قتل هوزيه بنفسه. وفي اخر 2020 جوناثان عمل صفقه تسويه واتحكم عليه بخمس سنين في السجن و15 سنه مراقبه. وبالنسبه لجوزيف هو اعترف وخد حكم 3 سنين في السجن، وديزري اتعرض عليها صفقه تسويه برضه في مقابل انها هتخش السجن لمده 15 سنه وهتفضل 10 سنين تحت المراقبه لو اعترفت ان هي كمان ليها يد في الموضوع ده. وفي 2022 هي قبلت واعترفت اخيرا. والمحزن بقى ان السنين اللي قضيتهم في السجن قبل الصفقه دي هتتحسب منهم. وبالنسبه لكهيم وكريستيان هما لسه ما اتحكمش عليهم لغايه دلوقتي. وفي الاخر عايز اقول لكم ان عيله هوزيه رفعت قضيه على المركز عشان ما قالوش ليهم ان عندهم طلاب ليهم سجلات جنائيه قبل كده، وبسبب الموضوع ده المركز اتقفل.